السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سجلوا الاخوان، كطلع لي الواجهه بحال هكا. اش كنديروا؟ كنديروا هذا الحساب. انا كتلقاو $30، $30 كتخدموا بها مده 3 ايام وكديروا السحب، ما كديروا لا شحن لا والو. المهم ملي كتدخلوا الحساب كتجيو لهاد الثانيه طلب المنتوج، كديروا هاد طلب المنتوج وكديروا هاد زائد طلب سريع، وكتلاو هاد شويه كديروا هاد الحمراء كتوركو عليها. من بعد كطلع عاود تاني كدير هادي هاد الحمراء. من بعد كيقولك هنا اضيف عنوان، كدير واحد العنوان، ممكن نخربقوش عنوان حي دوكا هكدير. المهم نخربقو شي حاجة 22، وهنا كنديرو المغرب، وبالنسبة للحالة نديرو اكادير. المهم نديرو اي دولة ولا اي حاجة، نعاود نديرو اكادير رمز الدولة اللي هو كود بوستال، معرفش ديال اكادير واقيلا 50,000. وهنا كنديرو نفس النمرة باش تسجلنا. نمرة درت ليها كوبي نشو هاهي، كديرو هادي هاد الحمراء. من بعد كيطلع لكم بحال هكا، كتوركو عليها هادي كتوركو عليها تولي حمراء. من بعد كديرو هاد الحمراء التحتانية وكدير عاود تاني هادي، وكدير هاد المربع البيضة كديرها تولي حمراء، وكدير ادفع بالمحفظة. المهم بالنسبة لهاد الطريقة كديروها 5 مرات كل نهار، كديروها لمدة 3 ايام، وكديرو السحب للسياج ولا بريد بنك ولا تجاري، المهم اللي كان. المهم ملي كتوصلو هنا كتسنو واحد شوية كطلع لكم بحال هذا، كديرو 5 نجوم، كديرو شي كومونتير طوب ولا اي حاجة، كدير هاد الحمراء صافي. ها هي المهمة الأولى دوزناها. كندير عاود تاني الحساب، كنديرو نفس الطريقة، طلب المنتوج هو شتو هيا الطلب الأول دوزناه. كنديرو هاد الطريقة 5 مرات كل نهار، كندير عاود تاني طلب السريع، وكندير هاد الحمراء، وكندير عاود تاني هذا. بالنسبة للعنوان ما كنعاودوش، كنلقاو هنا مكتوب هاكا، تورك عليها هاكا وكدير هاكا صافي، وكدير عاود تاني هادي. وردو لبان هاد المربعة ديروها حمرا، عاد ديرو ادفع بالمحفظة. ملي كديرو ادفع بالمحفظة كطلع لكم بحال هاكا، وكتسنو واحد شوية يرجع البقاء في الصفحة لمدة 5 ثواني. المهم كتسنو واحد 5 ثواني باش طلع لكم بحال هادي، ديرو فهاد 5 نجوم وكديرو طوب. المهم ديرو اي حاجة، اي تعليق، كديرو ارسال. احنا دوزنا الطلب الثاني، هادي دابا ندخلو للحساب وغتلقاو بلي دوزنا 2 طلبات.
كيكون عندك خمسة الطلبات كل نهار هما هادو تبع جوج صافي. هادشي اللي كديرو بالنسبة لطريقة العمل سهلة. I don't know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Tell me why.